بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة الرياضيات الفصل الدراسي الاول النظام الجديد وحل نماذج استرشادية لاختبار شهري اكتوبر ونوفمبر، وده لقائنا الثاني مع حل النموذج الاسترشادي الثاني. تعالوا بينا مع بعض نشوف افكار النموذج ايه وازاي هنشتغلها مع بعضنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت على النموذج الاول، ودلوقتي كلامنا مع النموذج التالي. بالنسبة للي بيسألني دي نماذج الوزارة ولا لا، انا ما يهمنيش ولا يهم حبيبنا التلميذ او التلميذة ان ده من الوزارة ولا من غيره، لكن كله فايدة مع التلميذ. انا جايني النماذج دي على انها جاية من الوزارة. الحقيقة ما اضحكش عليكم، انا ما عنديش فكرة، لكن في برضو نزل لي تاني يعني اشكرها الاخت الفاضله اللي بعتت لي على الخاص نماذج الوزاره، هي يعني مكتوب فيها كده نماذج الوزاره من خلال بنك المعرفه، ولقيتهم 48 صفحه، فبرضه هشتغلهم ان شاء الله بعد دول. بس انا يعني حسيت ان هم من النماذج فعلا. ليه؟ لانهم نفس الفيديوهات التسعه التسعه اللي نزلتهم قبل كده اللي هم من خلال دليل المعلم. هتلاقي الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف عشان ما تحترش. وبعدين ما تنساش في اخر ثواني في الفيديو هتدخل على ثلاث صور، هتلاقي ثلاث صور، صوره منهم للمفاهيم الفيديوهات القصيره المختصره اللي منزلها على قناه معلم الرياضيات، ودي هتلاقي برضو الرابط بتاعها في اول صندوق الوصف وهتلاقيها في اول تعليق. بالاضافه للتقييمات بتاعتنا هتلاقي الصوره بتاعتها فيها جزء احمر كده، هتضغط عليها تتفتح معاك كل التقييمات، وفوق منها على طول هتلاقي الدروس الكامله اللي احنا نزلناهم لغايه دلوقتي. فاضل لنا درسين ونخلص المناهج كامله ال 60 درس بتوعنا. تعالوا بينا نشوف النموذج التالي بتاعنا بيتكلم على ايه. طبعا هو جايب اختر الاول، وهو يعني زي ما سمعت انا ان هو ماشي النظام اختر واكمل وبعدين مسائل اللفظيه او الكلاميه. يعني اختر الاجابه الصحيحه. المره اللي فاتت كان جايب لي مساحه المستطيل وعرضه وعايز طوله، المره دي جايب البعدين الطول والعرض. كلمه بعده يعني معناها طوله وعرضه، كلمه البعده. بعده مستطيل بعده 5 سنتي و 3 سنتي، فإن مساحته هتيجي ازاي؟ طبعا حبيبي وحبيبتي عارفين ان الطول في العرض بيدوني المساحة، يعني هضرب الخمسة بتلاتة هتديني 15. بس خد بالك ان في 2 15 قدامي، يا ترى هختار الاولانية ولا التانية؟ برافو اللي قال الاولانية. ليه؟ لان المساحة دايما عليها 2 صغيرة من فوق كده، يعني كلمة مربع يعني سنتيمتر مربع، وبالتالي هنختار رقم واحد. ده هي ما فيش واحد واثنين، الحقيقه هو دوائر حاططها. طب 3 متر و25 سنتي عايز يحولهم الى سنتيمترات. طب هو عايز يحول لسنتي وهنا في سنتي، يبقى مش هقرب على السنتي ده، هبص على الامتار. الامتار انا عندي كام متر؟ 3 متر. طب انا عارف ان المتر فيه كام سنتي؟ 100. شطار، برافو عليكم. ويبقى الاثنين فيهم 200 والثلاثة فيهم 300. 300 وفوق منهم 25 بقوا 325. يعني مش هتنفع اختار الاولانية ولا الاخيرة لان الاجابة بتاعتنا هي الايه؟ التانية. طب هو ليه جايب دول؟ هو جايب دول عشان خاطر ان انت ممكن تخطأ فيهم وتقول مثلا دول ب 25 و 3 في 25 تضربهم يعني فبتجيب الناتج 75. وبرده نفس الفكر عشان ما نطولش عليكم، بس خد الاعداد زي ما هي، جمعها جنب بعضها، حط 2 و 5 و 3. يعني هي الحقيقه مسائل برده يعني معقوله وظريفه لاولادنا. قلنا هتطلع كام؟ 3 متر هتطلع 300 وعليهم ال 25 سنتي، يبقى 325 سنتي. طب المسألة اللي بعدها، أنا عندي أسبوعان. أسبوعان يعني كام يوم؟ لأنه عايز يحول لإيه؟ لأيام. عايز يحول مين لأيام؟ أسبوعان يعني 2 من الأسابيع و6 من الأيام، عايز يحولهم لأيام. يبقى هسيب الأيام عشان هي اللي موجودة هنا، هسيب هاخد الأسابيع وأحولها إلى أيام وبعدين أضيفها على الإيه؟
اللي عندي. يعني انا هقول انا عندي اسبوعين، الاسبوع الواحد بسبع ايام، يبقى الاسبوعين يعني اتنين في سبعة باربعتاشر، وعليهم الست ايام هيبقى اربعتاشر وستة يدوني عشرين. طب جايب لي مسألة وبيقول لي في داخل قوس 11 زائد 19 وبره القوس زائد 6، يعني هي كانت مسألة جمع. ومسألة الجمع بالشكل اللي قدامي ده طالما ان فيها اقواس، لان انا ما بقدرش احل الجمع اللي هو 3 اعداد الا لما اجمع 2 الاول وبعدين اضيف عليهم الثالث. طب هل العملية دي عملية ابدال؟ احنا ما نعرفش المسألة، لكن اللي احنا شايفينه قدامنا ان هي دمج. تمام؟ ليه دمج؟ لانه دمج الاثنين دول مع بعض داخل قوس. الابدال ما شفناهوش اذا كان في خطوة بتاعت المسألة نفسها قبل كده، لكن انت كل اللي يهمك طالما ان في قوس محطوط يبقى على طول عملية دمج. طب ليه مش المحايد الجمعي؟ لان المحايد الجمعي هو ايه فاكرين؟ هو الصفر اللي بيخلي العدد زي ما هو ما بيغيرهوش. طب واذا لا هي ده ابدال ولا محايد جمعي، وبالتالي هتبقى دمج. الدمج خاصية دمج. طب اكمل، خد بالك من السؤال ده، الحقيقه الكتاب يعني دروسه كلها انا شرحتها ومفيش فيه الجزئيه دي، بس يعني دي ترجع لذكاء التلميذ. بيقول له ايه؟ اصغر عدد صحيح اذا قرب لاقرب 1000 يكون الناتج 7000. هقول لك حاجه، لما تيجي تقرب لاقرب 10، في عندي 10 اعداد يتقربوا لنفس العدد، 5 قبله واربعة بعده وهو العدد نفسه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قال لي عايز الناتج يكون 70 وقرب لاقرب 10 واديني اصغر عدد، فبشيل منه 5 من 70 يبقى 65 لغاية ما اوصل ل 74. دول العشرة بيدوني الاجابة لاقرب 10. طب لاقرب 100 نفس الكلام، 50 قبلها و 49 بعدها والعدد نفسه بيتقرب الى نفسه. طب لما يكون لاقرب 1000 نتكلم عليها بقى بوضوح كده قدامي، العدد الناتج اللي عايزه كام؟ اللي عايزه 7000 وده الاقرب 1000. طب كام عدد يقربوا لي الاقرب 1000 عشان يطلعوا لي العدد ده؟ 1000 عدد. ال 1000 دول ازاي شكلهم؟ 500 قبل العدد ده، تمام كده، والعدد نفسه 7000 لاقرب 1000 يديني 7000، خلاص كده. طب وعندي 499 عدد بعده، تاني 500 عدد قبله والعدد نفسه و 499 عدد بعده. 499 عدد والعدد، ادي بقينا في ايه؟ في 500، وقبلهم 500 دول ال 1000، يعني اصغر واحد هو اللي هيكون اقل من دي ب 500، اللي هو هيكون كام؟ هيكون 6500 اللي هو عايزه. طب ولو قال لي اكبر عدد يبقى هضيف على ده 499. وبص كده قدامي، لو انت كتبت 7499 الاربعة مش قدام السبعة مش هتزودها، مش كده؟ هتفضل السبعة زي ما هي، هتطلع الاجابة دي فعلا. لكن لو خليتها 7500 دخلت الى 8000. حبايبي واضحة معانا؟ يبقى اذا اللي بيقرب لاقرب 1000 هم 1000 عدد يدوني نفس العدد ده، اصغرهم اللي قبله ب 500 اللي هو ده، خلاص، واكبرهم ازيد منه ب 499. اشمعنى؟ عشان العدد نفسه معاهم، يبقى دي الايه؟ ال 1000 عدد. تمام؟ طب تعال نشوف 50 مليون بتساوي يعني ايه؟ المقصود بتساوي هنا، المقصود انك تكتبها بالصيغة القياسية، اكتبها بالمنظر ده. طب يا استاذ لو انا كتبتها، خدوا بالكم، 50 في مليون، هقول له صح، اجابتك صحيح. طب انا لو كتبتها 70 مليون ناقص 20 مليون، برضو اجابتك صحيح. الله. طب انا لو ضربتها او كتبتها 50 الف في 1000، برضو اجابتك صحيح. اذا السؤال ده مفتوح في اجابته،
يعني اجوبته كتيره ومتعدده، لان هو ما حددليش بالظبط اعمل ايه، اكتب باي صيغه، لكن هو يعني المقصود طبعا ان هو يبقى الاجابه بتاعته هي دي. يعني لو جالك ما تحترش، اكتب الاجابه دي على طول، شيل كلمه مليون وحط الست صفار قدام الخمسين بتاعتي. افرض فيه 10 هنا، شيل العشرة وحط صفر قدامه. افرض فيه 100، شيل الماء وحط صفرين قدامه، وهكذا. طب خد بالك من السؤال ده، 500,000 بيساوي 10 اضعاف ايه؟ 500,000، يعني دي خانة الايه؟ 500,000. خلاص كده؟ طب قبلها خانة الايه؟ ال50,000. برافو. ليه؟ لانها تبقى خانة عشرات الالوف، ودي خانة مئات الالوف فيها خمسة. تمام كده؟ طب يبقى لما عوز العدد اللي 10 اضعافه يديني 500,000، خدوا بالكوا، اجيب الخانه اللي قبلها. المره اللي فاتت في النموذج اللي فات كان عكس الكلام ده، كان جايبه وقايل ان هو موجود في العشر، في خانه عشرات الالاف، وعايز الخانه اللي هيكون فيها 10 اضعافه هتبقى ايه؟ خانه مئات الالاف. هنا جايب خانه مئات الالاف اللي هي فيها خمسه، هتبقى 500,000. هودي الخمسه دي للخانه اللي قبلها اللي هي عشرات الالاف، وبالتالي هتبقى 50,000 هي الإجابة بتاعتي. لاحظ هنا، دي 500,000، خمسة قدامها خمس أصفار، عايز الصغير اللي هو 10 أضعافه ال 500,000، شيل صفر، شيل صفر، خلاص كده؟ تبقى 50,000. طب تعال نشوف اللي بعدها، 300 متر بتساوي كم سنتي؟ المتر بكام؟ ب 100 سنتي. طب ال 100 بكام؟ ب 10,000. ليه؟ 100 في 100، مش كده ولا لا؟ طب يبقى انا هعمل ايه في دي؟ هضربها في 100. يعني ايه اضربها في 100؟ يعني ازود لها صفرين، مش كده؟ تبقى كام؟ 30,000. اذا ال 300 او اي عدد في اصفار لما اجي احوله من متر لسنتيمتر ازود لهم صفرين قدامه. تمام كده؟ طيب تعالى برضو نشوف المساله الكلاميه دي واللي بعدها. مزرعه نمل صغيره على شكل مستطيل وابعادها 20 سنتي و8 سنتي، عايزين مساحة المزرعة دي. هو نفس السؤال اللي فوق اللي كان في أول مسألة، اللي طولها 5 سنتي وعرضها 3 سنتي وهات مساحتها، بس حطها في صورة إيه؟ مسألة لفظية أو كلامية. إذا هنا أنا هقول إن أنا عشان أجيب لك مساحة المزرعة يبقى هضرب ال 20 في 8، يعني أضرب الاتنين في 8 وأحط إيه؟ الصفر بتاعي. هقول مساحة المزرعة بتساوي ال 20 في 8، 8 في 2 ب 16، وأنزل الصفر بتاعي اللي هو موجود، وتبقى الإجابة، أوعى تنسى التربيع ده أهو، لأن دي إيه؟ مساحة. طب تعالى نشوف برضو المسألة اللي بعدها بتقول ايه. اذا كان هناك مستعمرتين للنمل، الاولى 1267 نملة، والمستعمرة الثانية 3452 نملة. طبعا واضح مين الاكتر، المستعمرة الثانية. طب اكتر بقد ايه؟ عشان كده السؤال بيقول لي فكم يزيد عدد النمل في المزرعة الثانية عن المزرعة الاولى. دايما حبايبي لما نلاقي كلمة يزيد ما نفكرناهاش انها زيادة تبقى زائد، لا. بص كده، لو قلت لك خمسة ازيد من اتنين بكام؟ بتجمعهم يطلعوا سبعة، وتقول لي خمسة ازيد من اتنين بسبعة؟ لا، بتقول لي بتلاتة. ليه؟ عشان انت طرحت الخمسة ناقص الاتنين اديتك التلاتة. نفس الكلام هنا، انا عندي مزرعة صغيرة ومزرعة كبيرة، عايز اعرف الكبيرة دي بتزيد قد ايه عن الاولانيه الصغيره دي، يبقى على طول عمليه طرح، بس لما تطرح طبعا تحط الكبيره الاول، يبقى اقول له الزياده بتاعتي اللي انا عايزها واللي انت عايزها ال 3452 ناقص 1267. طبعا دي طرح مع اعاده التجميع، وهتلاحظ ان اعاده التجميع هتكون موجوده في خانه الاحاد، وفي خانة العشرات، وفي خانة في خانة الأحاد والعشرات بس. يعني دي هتبقى 12 وهتشيل منها 7. طرح عادي، ما فيش داعي نضيع الوقت فيه. المهم الإجابة، المزرعة الثانية أزيد من المزرعة الأولى بقد إيه؟ ب 2100
85 نملة. ما تنسوش حبايبي، هتلاقي شعار القناة هنا، تضغط عليها تدخل على القناة. طبعا يعني الاشتراك، يعني على كلمة اشترك. هنا هتلاقي الصورة بتاعت فيديوهات القصيرة اللي هي موجودة على قناة معلم الرياضيات، لو ضغطت عليها هتتفتح داخل قناة معلم الرياضيات على طول، وهتشوفها المفاهيم اللي هي الفيديوهات المختصرة للشرح المفيد على قناتنا عشان المراجعات وقت الامتحانات، بالإضافة للدروس بتاعتنا اللي هي على قناتنا محمد عبده، بالإضافة للتقييمات برضو هتلاقيها هنا، هتضغط عليها تتفتح معاك كل التقييمات. أنصحك بأنك تركز على 9 الأولانيين اللي احنا نزلناهم، لأنهم من خلال دليل المعلم بتاع الوزارة موجودين أهو. الصورة دي تضغط عليها تدخل عليهم، تختار اللي انت عايزه وتشوفه، وبرضو موجودين في صندوق الوصف بالترتيب بتاعه. بكده ما تنسوش الاشتراك في قناتي براعم مبدعة للترم الثاني، عشان هتنزل عليها دروس ومراجعات الترم الثاني، وقناة معلم الرياضيات من كيجي لتالت اعدادي للترمين دروس ومراجعات برضو اللي بننزل عليها المفاهيم بتاعتنا. عايز اقول ان يعني حضراتكم هتأكدوا على حتة المفاهيم والتقييمات عشان خاطر أولادنا يدخلوا امتحاناتهم وهم واثقين من نفسهم، وبالذات للتسع تقييمات الأولانية. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا. أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.